ايه ده؟ يعني ايه؟ مراد بيكلمك ليه يا غالي؟ يسرى انا كنت عايزه اتكلم معاكي في الموضوع ده بس ما جاتش الفرصه. يعني موضوع؟ هو في موضوع؟ حلو ده. طب ويا ترى دلوقتي المكان والوقت المناسب ان انت تحكي لي عن موضوع؟ لو انت مش مصدقيني اسالي فين، هي عارفه كل حاجه. الموضوع جه صدفه. لا 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 لا، ثانيه واحده بس، ثانيه واحده. يعني انت ومراد تعرفوا بعض كويس؟ بتقابلوا بعض وبتشوفيه؟ يسرى بلا يسرى بلا زفت، ردي عليا. بتقابلي مراد وبتشوفيه؟ في ايه؟ في ايه ازاي؟ ما انت كمان اصلا تلاقيكي عارفه كل حاجه. مراد كان بيكلم غاليه هنا دلوقتي قدامي. نهار اسود، هو اسود فعلا ومنيل. ما تردي يا غاليه، بتقابليه وبتشوفيه؟ بشوفه وبقابله، بس انتي مش عارفة انا شفته ازاي. مش لازم اعرف، المهم ان انتي بتعملي ده من ورايا، يبقى كده كل شيء مفهوم. لا لا، وقال ايه، انا بقى جاية النهاردة عشان افضفض معاك واحكي لك واخد رأيك. قلت لك انتي اصلا بتخططي ازاي هتخطفيه مني. انتي لازم تسمعيني بجد، انتي ظلماني. انا ظلماكي بلا قرف. انا كده فهمت كل حاجة. اهم حاجه فهمتها النهارده ان الواحد فعلا ما ينفعش يتعرف على ناس من الشارع. لا استني يا يسرى، بس استني بس. اسكتي انت كمان، اسكتي. انا غلطانه ان انا نزلت من مستوايا معاكم. مستواكي ايه وبتاع اللي نزلتي منه؟ يا غاليه ما تعيطيش، دي بنت قلة الذوق اصلا، لازم تسمع وتفهم قبل ما تقل ادابها كده. هي فاكره نفسها مين اساسا؟ لا يا نبينا، هي عندها حق، اي حد مكانها كان هيعمل كده. احنا الغلطانين. هي عندها حق. معلش بقى، خلاص نشوف بقى نعمل ايه دلوقتي. لو سمحت، لو فعلا انت بتحبني او انا مهمه بالنسبه لك، ارجوك ما تحاولش تتصل بيا تاني، لان بجد هعملك بلوك من كل حاجه. مساء الخير يا مراد. مساء الخير، اتفضل يا باشا. اهو خليك. لا لا لا، ازاي، اتفضل. عجبني التصور اللي عاملاه البنت اللي اسمها دليدة دي. حلو، قريته من شويه. ده انا عايز اقول لحضرتك انها كتبته واحنا قاعدين. طبعا حكيتهولي الاول، وعلى اخر اليوم لقيتها كاتباه. تمام، بس انا لفت نظري حاجه. مش ملاحظ ان هي عندها معلومات كتيره عننا؟ لحد عرفت ده كله منين؟ يعني هي ذكيه وواضح انها مركزه. تمام، مبدئيا كويس. أنا عايز أقول لحضرتك إن أنا بفكر أعينها أسيستنت معايا. أيوة، بس لازم تبقى واثق فيها كويس قوي. خليني أقعد معاها شوية. حاضر، تمام. الحاجة التانية اللي كنت عايز أكلمك فيها، أنا عايزك تفصل في علاقتك مع يسرى بين الشغل والعلاقات الشخصية. أنا مش فاهم، يعني هي اشتكت لحضرتك من حاجة؟ لا، ما أنا مش عايزها تشتكي. بص يا مراد، احنا داخلين على بيزنس براس مال كبير، وانا عايزك تبقى مركز عن كده. حاضر. ولا الموضوع بتاع البنت دي لسه شغلك؟ لا خلاص، الموضوع ده تقريبا بيخلص خلاص. حاضر، هركز الفترة اللي جاية في شغلي. كويس ان الموضوع خلص. لا، كويس ان انت هتركز في شغلك. تصبح على خير. حضرتك من اهل.
اداني دور. انت ايه اللي مزعلك؟ انا عايز اعرف انت عايزه ايه من عبد الله يا هدير. الله، هو مش انت ظبطتي مع عمرو تليفونات بقى وكده؟ بتحني ليه دلوقتي؟ ردي عليا يا هدير، عايزه ايه من عبد الله؟ شغل؟ ومن امتى انت بتاعت شغل؟ لا، لو همثل هبقى بتاعت شغل ونص، وبكره بقى نجمه ان شاء الله. نجمه؟ بس لازم تبقي عارفه ان مش مسموح لك انك تدخلي معاه في اكتر من كده. مش مسموح لي؟ ومين اللي هيمنعني؟ انتي؟ لا، علاقتك واخواتها هي اللي هتمنعك. اصل الدنيا ما خلصتش يعني انك تختاري الراجل اللي انا حبيته. فالمفروض انك بطلتي، ولا انتي بتتسلي بعمرو حسني؟ لا، انا وعمرو فريندز عادي. وبعدين بصي مين اللي بتتكلم. ما كانش بيعجبك حالي وبتتريقي عليا ليل نهار، دلوقتي لما عايز اركز خلاص ما بقاش عاجب؟ وبعدين ما انت اهو بتكلمي راجل واتنين وعاملي بس نفسك الملاك ام جناحين. يا شيخه بقى اقلعي الوش ده، ما بقاش لايق عليك خلاص. طبيعي دلوقتي الطشك بالقلم، بس مش هعمل كده. هسيبك تفتكري لما ابوك وامك راحوا، مين اللي رباك يتحمل مسؤوليتك من وانا لسه عيله صغيره؟ بس انا بقى هربيكي من اول وجديد. تصدقي خفت؟ لا بجد انا مرعوبه، ما بهزرش. انا هقوم دلوقتي عشان شكلك متهوره. هنشوف يا هدير، هتخافي ولا لا؟ شيخه روحي. ايوه يا عبد الله، ازيك؟ انا معاك في الفيلم. لو سمحت، لو سمحت بعيد عني يا مراد. انا هعمل بلوك لكل حاجه.